نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي. أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي. نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعل منصة تكس. نعم. سؤال تفاعل يقول: أخبرنا عن كتاب استفدت منه في باب إعجاز القرآن وبلاغته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه، أما بعد، هل تقصد بالسؤال الإعجاز البلاغي ولا لا؟ البلاغة شيء والإعجاز أقصد نوع ثاني من الإعجاز. كلاهما أشبههما. مفتوح يعني؟ نعم. يعني كان ليت حصر في البلاغة، لأن مسألة الإعجاز بالذات ما يطرح اليوم في الساحة من ما يسمى الإعجاز العلمي، إشكالاته وما يترتب عليه وتحفظ المتحفظين عليه، مرارا مرنا معنا شيء من هذه القضية وبثها. لكن الأصل الأول وهو الذي يقوم عليه التحدي وشيء من ذلك، والمقرر من قديم وما زال، هو مسألة الإعجاز في بلاغة القرآن وفي نظمه وشيء من ذلك. طيب خلنا نسمع، خلنا نسمع اللؤلؤة تقول: كتب الدكتور فاضل السامرائي في بلاغة الكلمة والتعبير القرآني. نعم. وميزتها الوضوح. صحيح صحيح. أصلا الدكتور فاضل السامرائي أنه أولا سبق أنه دخل معنا في البرنامج، إحنا نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية. عالم عراقي أفنى عمره وحياته في هذا الباب، وله أكثر من 20 مصنفا في هذا الباب، وسبق أن عرضنا كل مصنفاته بلا استثناء، وإن شاء الله كمان ولده يجي في الطريق كمان بإذن الله. بإذن الله. وتقول أيضا: فصل إعجاز القرآن من كتاب مناهل العرفان قد أبدع فيه الزرقاني. صحيح، وهذا يعني هذا ضمن كتاب، وأصلا موضوع الدلالة على قضية الإعجاز تجدها في كتب علوم القرآن عموما. ها. وتقول أيضا: كتاب آل حاميم غافر وفصلت، دراسة في أسرار البيان للدكتور محمد أبو موسى. طبعا العلامة محمد أبو موسى حفظه الله أيضا هذا شامة وقامة علمية كبيرة الآن يشار إليه بالبنان على مستوى العالم العربي والإسلامي في العناية بهذا الباب، ولو مصنفات كثيرة بهذا القضية، أصلا أبواب مؤلفاته أثراها في هذا بهذا الجانب، وفقه الله. نعم. قال هذا أخونا يقول: كتاب الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار من أميز ما استفدته منه، وهو قال وهو خبير جيولوجيا وكان في ثمانية قرن الماضي أو الثالث عام. على العموم نحن كان ودنا نتجنب الإعجاز العلمي عموما، ما نريد الكلام فيه لأنه أصلا عليه إشكالات، سبق طرح مجموعة منها، سبق طرح عدد من الدراسات اللي هي ناقدة لها، خاصة أن كثير منها يصدر من غير المفسرين أصلا، ليس ناس علماء تفسير وصدر منهم، إنما غالبا من باحثين وشيء من ذلك، يعني تحتاج إلى ضبط، إلى عناية، إلى مراجعة، بعض يعني لا يسلم كلام أحد منها ممن كتبوا فيها، لا يسلم من المؤاخذة، فضلا عن أنه من المبالغة أيضا، لا يسلم أيضا يعني فضلا عن المبالغة التي تأتي فيها، والكلام مطروق والدراسات المطروقة النقدية عليها كثيرة جدا. نحن سبق أنه في هذا البرنامج عرفنا ببعض الكتب المتعلقة بهذه القضية، سواء ممن كتب فيها وعلقنا على ما فيها أو الدراسات النقدية اللي تكلمت. باقي أحد ولا لا؟ والدكتور شيخنا الدكتور عواجي له كتاب المدخل إلى علم إعجاز القرآن، زرت معهد الشاطبي قد حضرناه سابقا. نعم يعني. هذا أو هذا، وهذا الكتاب كمدخل ممتاز، يعد من المداخل الجيدة في الباب، خاصة أنه حرر تحريرا كبيرا وروجع مرارا وصار مثل المقرر، مثل المقرر. نعم. هي. وهذا أخونا يقول: كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي رحمه الله. نعم هذا صحيح، والعلامة الرافعي اليوم الظاهر سيأتينا إن شاء الله ذكره في أحد المصنفات التي ذكرها، أصلا هو هذا الباب بابه أيضا، هذا الباب بابه. وعبد الله دراز، محمد عبد الله دراز كذلك له كتاب في هذا الباب، ومجموعة ما شاء الله من المصنفات. نحن سبق أن عرضنا ترى مجموعة فيما يتعلق بالدراسات
علمية تخصصية في اللي يأخذ آيات وكذا دراسة إعجازية بلاغة القرآن أحيانا وبلاغة القرآن، هي قصد بلاغة القرآن، أو بعضهم يأخذ سورة كذا دراسة بلاغية أو الناحية البلاغية بلاغة القرآن عند فلان يدرسوها عند فلان من العلماء، مجموعة من هذه. أتمنى أنها تكون كلها في رابط إن شاء الله. أخونا البشمهندس يسمعنا اللي مرتب هذه يطلعها إن شاء الله في رابط واحد بإذن الله. بإذن الله نبدأ. بسم الله. بسم الله. هذا سلمك الله جزء تفسيري مسند يطبع لأول مرة، وهو يعد من الأعلاق النفيسة والفريدة التي لا نظير لها. جزء واحد خطي فريد وجده أو عثر عليه وقام على تحقيقه والعمل عليه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد وفقه الله، وهو جزء عظيم وليته وجد كاملا. هذا الجزء هو جزء تفسير القرآن الذي كتبه العلامة الكبير مفتي مكة وعالمها والمفسر بن جريج عبد العزيز بن عبد الحافظ الإمام الحافظ الفقيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الذي توفي عام 150 هجرة رحمه الله، إمام حافظ محدث مشهور معروف، وهو من تابع التابعين تتلمذ على عطاء بن أبي راح عمرو بن دينار وجماعات، ومن المكثرين من الأخذ والتلقي، وكان في مكة ورحل قريبا لكن ما رحل بعيدا، لكنه وجوده في مكة ومجيء العلماء إلى مكة والأخذ عنهم كان شيئا كثيرا، وصل الدور عنهم ولا تلاميذه كثر جدا. هو رحمه الله صنف تفسيرا مسندا للقرآن، هذا التفسير عد أول مصنف في تاريخ في على مستوى الأمة الإسلامية، في يعني في تاريخ التصنيف في الحضارة الإسلامية، وبعضهم لا يجعل أو بعضهم يجعل أولية مطلقة لتفسير القرآن لابن جريج، وبعضهم لا يجعله أولية في كتب التفسير وليس أولية مطلقة يعني. وهذا الخلاف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحسن قائد في المقدمة جاء وكتب مجموعة من الأبحاث تليق مثل هذا الجزء، الجزء بعنوان تفسير القرآن للإمام الحافظ الفقيه عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المتوفى عام 150 هجرة رحمه الله. هذا الجزء الذي عندنا من رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور، وكلاهما حافظان ثبتان معروفان، وترجم لهما المحقق وفق الله في مقدمته، لأن النسخة الموجودة عندنا وهي نسخة شوفها تطبع لأول مرة عن أصل خطي فريد، وهو كذلك طبعا المقدمات أولها كان طبعا هذا الثناء العاطل على ابن جريج بروايته هذا رواية المصيصي عنه، فإنها في أوثق الروايات عندهم. هذا دراسة الكتاب أول من بفصول الخمسة ترجمة لابن جريج ترجمة جيدة فيها ذكر بعض الأشياء المفاريد التي يحتاج إليها، منها جمعه لشيوخه الذين في هذا الجزء فقط، وإلا شيوخه غيره كثير جدا وذكرهم أيضا. ثم بعد ذلك نشأة التصنيف وأولية هذا التفسير من عدمها وكلام أهل العلم وما قالوا، ثم روايات هذا التفسير فإنه له عدد من الروايات معروفة مذكورة، رواية المصيصي من أشهرها وأوثقها وأحسنها وأقومها عند أهل العلم، والرابع التعريف برواية ابن الصباح المشهورة عن حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج التعريف بهم وترجمتهم، ثم ترجم للسماعات التي عليها والطباق وشيء من ذلك، وبعدين وصف الأصل الخطي. طبعا هو وفقه الله على عادته وفقه الله من إثراء المادة العلمية، وأصلا الشيخ عبد الرحمن متخصص في علم الحديث يعني هذا شغله يعني شغلته الله يعطيه العافية، وهو يعني دائما مقدماته ثرية فيها إثراء علمي، وهذه النسخة الخطية الفريدة الوحيدة التي أخرج عليها الكتاب جزاه الله خير، وهو أهل لقراءتها، لأن النسخة الخطية دائما محل النسخة الخطية الفريدة الوحيدة هو محل للزلل وشيء من ذلك، لكنه وقف على هذه النسخة الخطية واشتغل عليها وأخرجات. وهذا الخدمة العلمية هذه رقم الآثار من أولها إلى آخرها كما ترى مشكولة، وهذا التحقيق والتعليق والتخريج والبيان والكلام عليها، وطبعا هذا ليس كامل هذا جزء منه، فلما انتهى من الكتاب ألحق به ملحقا فيه ما وقف عليه من روايات من تفسير ابن جريج في من هذا، وهي من رواية الحسن الزعفراني عن الحجاج المصيصي عن ابن جريج، وهو ما وجده في الكتب، فما وجده في الكتب عنه نقلها وجعلها كالملحق، فيكون عندنا الآن جزء أصيل خطي فيه مجموعة
من هذه الآثار أو من هذا التفسير، والباقي مجموع ما كان أصلا من هذا الجزء وهو مفقود ولكن أتى به، وهذا جميل حسن جميل وفقه الله، جزء لطيف مجلد لطيف من إصدارات دار المنهاج القويم وفقهم الله. هذا ولدي يعني أولا هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين، أما القسم الأول فهي دراسة باذخة عن هذا الموضوع الذي هو مذكور من قديم، لكن المعاصرين والمتأخرين فهموا غلط، ما عرفوا ما المراد بموضوع الكيمياء عند العرب ثم عند المتقدمين، وما المراد لما يذكر في الحضارة الإسلامية. هذه الدراسة القسم الدراسة لوحدها كتاب، حتى هو نفسه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد قال ومن الغريب أنها لم يلتفت إليها لا تفصيلا ولا دراسة مسحية ولا وصفية ولا تحليلية ولا استقراء لما كتب عنها ونوع من البيان وما المراد بها، لأن عدم بيان المراد من كلامهم في الكيمياء التي أنكروها جعل بعض المعاصرين يخلطون ويلمزون شيخ الإسلام تيمية ولا غيره بكلام كما نقل عن يعني عن نقل نموذجين صارخين في الباب وغيرهما موجود يعيبون على شيخ الإسلام لما حرم الكيمياء، يقول تفضلوا كيف يعني كيف هذا يحرم الكيمياء، يستدلون به على نقص معرفتي أو شيء من ذلك، لكن نقص معرفة فيهم لأنه ما فهم المورد أصلا. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب والمجلد اللطيف الذي سماه الكيمياء القديمة حقيقتها ومواقف العلماء منها، دراسة نصف الكتاب دراسة كاملة عنها هذا الموضوع، ثم بعد ذلك ألحقها وهو السبب في تقديم هذه الدراسة رسالة عظيمة للإمام القيم رحمه الله سماها نصيحة الأغبياء ببطلان الكيمياء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. هذه هي عبارة عن مواقف علماء منها، وهذه تنشر لأول مرة عن نسخة فريدة عن المؤلف، وهذا سنأتي الكلام عنها إن شاء الله. أول ما قدم يا ولدي اللي هو القسم الأول قسم الدراسة، وهو دراسة حافلة ماتعة عن موضوع عما يتعلق بموضوع الكيمياء، بدأ بحقيقة الكيمياء ما المراد بها، التعريف اللغوي وانشتقاقها، وهل هي عربية أصيلة ولا معربة ولا دخيلة وأي مكان، وأتى بمجموعة من العلوم مما تكلم عنها، ثم جاء بعد ذلك إلى المراد بالكيمياء وصلة الكيمياء بالسيمياء وما الفرق بينها، والكيمياء طبعا والسيمياء نوع من السحر والكهانة وشيء من ذلك تختلف عن الكيمياء تماما، وذكر من خلط بينهما أول من خلط وأدخل هذا بهذا وبين ذلك وفقه الله، ثم هو بين الكيمياء المراد عند العلماء المتقدمين وأنها يعني نوع من محاولة قلب الأعيان أو المعادن الرخيصة مثل الرصاص والنحاس إلى المعادن الثمينة للذهب والفضة وتحويلها إلى ذهب بهذه الطريقة وهذه الكيمياء، وهي كانت تقوم قديما على المخادعة والكذب والتزوير والبطلان وأنه لا يكون شيء من ذلك، القصد بيّن أن ترى هذا هو المراد بها. فهو بعد ذلك جاء إلى الباب الثاني، وهذا الباب الثاني ينبني على تصور الأول لكن قسم إلى قسمين، قسم في الإمكان الطبيعي، هل في الطبيعة ممكن أن المعادن الخسيسة تنقل لمعادن ثمينة أو لا، هذا الفصل الأول فيه، والفصل الثاني فيه الجواز الشرعي الحكم الشرعي، هل يجوز مثل هذه الكيمياء ولا ما تجوز، هل يجوز واحد يقلبها ولا ما يجوز، فهمت علينا؟ نعم. هذه محل الدراسة. وأطال النفس في من قال بالإمكان الطبيعي، من الطبيعي بعد ذلك أنه يقول بالجواز، لأن من منع جعل عدد من الأدلة ومنها غش الناس وتدليس عليهم والكذب وشيء من ذلك. القصد لما جاء إلى موضوع الحكم الشرعي وقسموا إلى طائف القائلين بالجواز المنع والقائلين بالجواز، لما جاء المنع بدأ ما شاء الله تبارك الله يسردهم واحدا واحدا، يقول له الأول والثاني والثالث، ويأتي بالتاريخ ذكر 45 من الأعلام والأعيان الذين قالوا بالحرمة الشرعية إلى آخرهم محمد كردعلي أظن، ثم الذين قالوا بالجواز يلا بنفس الطريقة سلسلهم متسلسلين بأرقام إلى ويأتي مقاطعهم، بعد ذلك أتى بالأدلة، شو يأتي هذا ترقيم هذا رقمه وهذا من قاله وانت ماشي ماذا قال، بعض النصوص بعضهم طويلة كثيرة أكثر موضع ينقلها أو من نقل عنه وشيء من ذلك، طبعا بعد ذلك أتى بالأدلة الأدلة المانعين وأدلة المجوزين وأجاب عنها ثم خلص إلى يعني الرسالة لابن القيم رحمه الله، وذكر أن ابن القيم رحمه الله طبعا أولا ذكر توثيق النسبة ولماذا هي وأشياء، وذكر قصة العثور على هذه النسخة الخطية الفريدة وهي محفوظة في مكتبة خاصة في حضرموت وكيف هدي إليها، وأتى بقصتها وقد دلوا عليها أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد أبو بكر باديب وفقه الله، وأتى بالقصة
لأنه كاتبه فأرسل له القصة وأتى بهذا. القيم رحمه الله ذكر طبعا دراسة المخطوط، ما شاء الله الشيخ متفنن في دراسة المخطوط وموارده وأشياء وما يقوم عليها. نحن فين راحت النسخة الخطية؟ نبغى صورتها، نبغى صورتها، لأن نسخة خطية هذه عبارة عن رسالة مختصرة موجودة ضمن مجموع وهي نفيسة، فإن عليها خط ابن القيم رحمه الله، وأجاز بها من قرأ عليها أو شيء من ذلك، وهذا في غاية النفاسة، في غاية النفاسة. وهو يعني ذكر هذا صورتها، هذه صورتها، وهذا تعليق الشيخ، وهو قد قال أنه أفاض الكلام يعني إملاحة علمية وزيادة توضيح وبيان وإفراغا لما وقف عليه، لأن يقول لك هذا الموضوع غير مطروق، فالحاجة إليه ما دام أنه هذا الإصدار الأول الحاجة إليه ماسة لأجل الكشف والبيان. وقد أحسن غاية وفقه والله مجلد من إصدارات مركز تكوين وفقهم الله. هذا ولدي بدينا دحين في الأعمال الأدبية حق الشيخ، ما شاء الله صارت له التفاتة يعني من علم التحقيق والحديث كذا راح كذا شوي إلى علم الأدب. الله يعطي العافية. هذا من باب الإحماض شيخنا. من باب الإحماض، بس والله الإحماضات كبيرة عندنا مجلدات. هذا أحد الأعمال العلمية. أنا أعرف الشيخ ترى من زمان له ولع بهذا، وله جمع وقراءة واطلاع واسع. أنا كلام يجي عندي المكتبة ما تشوفه جالس، تقوم يدور ودور في المكتبة وكذا. الله يعطيه العافية. القصد فهذا نتاج سنين أصلا جمعا قراءة وتبوي أشياء كثيرة. هذا شوف دائما واسع الاطلاع ولدي، مع الاطلاع الواسع إلا ما تخرج له مشاريع يرى أنها الحاجة إليها، لكن يحتاج إلى رغبة حتى أنك تنجز مثل ذلك. هذا يا ولدي أحد الأعمال العلمية التي قام عليها وتضافر عليه. أولا هو خدمة لأحد يعني الأدباء وشعراء، طبعا كل اللي معنا ترى لأدباء مصريين متأخرين ومعاصرين يعدون. هذا أحمد الزين، العلامة أحمد الزين، الشاعر الأديب المعروف الكفيف رحمه الله، قام في هذا المجلد بين أيدينا. طبعا هو له عدد من الأعمال مشهور ومعروف وهكذا بهذه الطريقة، لكن بعض أعماله بقيت محبوسة إلى أن سخر الله عز وجل مثل أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن حسن قائد، وله رغبة وهيام بالأدباء المصريين وبدأ يشتغل عليهم واحد واحد. هذا أولهم أحمد الزين مثالا، طبعا مو أولهم عندنا في العرض وليس في ما أخرج، ولا سبق أن ذكرنا بعضهم. جاء إلى أحمد الزين. أحمد الزين أولا أول ما فعل في كتابي هذا ترجم له ترجمة يرى هو نفسه أن تعب عليها بمعنى الكلمة، وأنه يحتاج إليها، فإن فيها من التفاصيل والدقائق ما لم يقف عليه عند أي أحد ذكر أحمد الزين، لا حتى أصحابه ولا من أبنوه ولا من رثوه ولا أحد. فأتى بمجموع من الكلام في ترجمته الوافرة التي جعلت المقدمة ممتازة جدا، وأطال الكلام، أطال، شوف هذا الترجمة أطال فيها الكلام أكثر من 100 صفحة. القصد فبسط الكلام عن تفاصيل حياتي ومراحل ما مر معها وفقه الله وأتى بهذا. بعد ذلك هو نفسه جاء وجمع مجموع من الأعمال لأحمد الزين. عنوان المجموع قسطاس البيان، آثار الأديب المحقق أحمد الزين وفائت ديوانه. أما آثاره فقد جمع له من المقالات ما لم ينشر من قبل، لأنه له عدد من كتب مجاميع نشرت بعض كتاب، هذا ما لم ينشر من قبل جمعها في هذا المكان ورتبها ترتيبا سلاتي بعد قليل في الفهرس. أما قوله المحقق فلأنه كان محققا في دار الكتب المصرية واشتغل بعض العمل، وقد ذكرها تباعا في المقدمة، اشتغل على الجزء الفلاني من نهاية العرب والجزء الفلاني من كذا والجزء الفلاني وما هي المال التي قام عليها. ثم بعد ذلك وفائت الديوان وهو آخر قسم عندنا. المقالات رتبها كما ترى على الموضوعات، فبدأ يتكلم عن هذا موضوع كبير وتحته عدد من المقالات. طبعا في الداخل سيأتينا بعد قليل أنه شوف من أحسن ما يروى، وبدأ يتكلم هذه مجموعة من المقالات كلها أشتات أدبية وما يتعلق بها، إلى جينا إلى فائت الديوان. وفائت الديوان كبير، قرابة 420 بيتا مما لا يوجد في ديوانه، وديوانه مطبوع قديما، وهذا من الفائت. طبعا الشيخ جرد المجلات والتي كان يكتب فيها والمجلات والصحف وغيرها، وجمع جمعا كبيرا وتعب عليها ورجع إلى وراح دار الكتب والارشيفات وأخرج خزائن كبيرة جدا حتى خرج بهذه المجموعة الحافلة كما ترى. والحقيقة ولدي بالذات ما التراجم التي يقوم عنها، لاحظ معي هذا مثلا المقال رقم 2 في النقد والمثال، طبعا هو اشتغل بالنقد كثير أحمد زين، فيأتي به كما هو يضبطه تصحيحات تصويبات. طبعا هنا يشير أول ما يشير الجريدة العدد والصفحة وشيء من ذلك، ثم
وهنا التعليقات التي لا بد منها، وهي من ناحية شيء من التعليقات والضبط وكذا. ويقول إن صنعة التحقيق لازمتني حتى لو أردت تركها، حتى لو هي في غير مكانها. هو صحيح، هو إذا ما حقق ومين بيحقق يعني، الله يعطي العافية. وهذا فائت الديوان والكلام عنه في مقدمته. ما هو الديوان وشاعيته شيء ما شاء الله تبارك الله، ثم أتى بفائت الديوان وألحقه بالأخير. هذا هو فائت الديوان، فجزاه الله خير وألحق به آخر. طبعا هذا مجموعة من قصائدي، مجموعة من قصائدي مما لم ينشر من قبل أو نشر لكنه ليس في المجموع. المجموع من مجلد ضخم من إصدارات آفاق المعرفة. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر، وهو في خدمة تراث ما من كان يلقب بجاحظ العصر. كلمة جاحظ العصر، طبعا جاحظ العصر مراد بها عبد العزيز البشري، هذا الإطلاق. عبد العزيز البشري ممن عرف عنه أنه صاحب بيان، وبيانه يقارب بيان الجاحظ، بل هو سمي جاحظ العصر لقرب بيانه منه، طريقة البيان وكذا، ومعالجة القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر وفكاهي وأشياء بهذه الطريقة يعني، يطلع عليها مع بلاغة ورصانة وأشياء كثيرة جدا، حتى صار يطلق عليه جاحظ العصر بهذه الطريقة. في المقدمة الشيخ الدكتور عبد الرحمن قايد ذكر مجموعة من علماء العصر وأدبائه ممن أطلقوا على هذا الوصف أصلا ويقرون أنه له، لكن عندنا مجموعة أطلق عليهم أيضا هذا الوصف. هذا الوصف جاحظ العصر في المقدمة قرابة 30 صفحة جاء بمن أطلق عليه هذا الوصف ومن يستحق ومن لا يستحق، وبدأ يستبعد ومحضه في المقدمة لصاحبه عبد العزيز البشري هذا، وجعلها جاحظة في مقدمة الكتاب لأن يقول هو الذي يستحقه بجدارة هذا اللقب. جاء لهذا الأديب عبد العزيز البشري وجمع في هذا المجلد الضخم شيئا من آثارته، سماها بعنوان المجموع النضار، الآثار الباقية لجاحظ العصر عبد العزيز البشري رحمه الله. الجمع والتعليق والمقدمات لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد وفقه الله، وهو على عادته أنه يأتي يعني تهذب موضوع جاحظية العصر. طبعا هذا الكتاب التراجم لأنه معروفة بدأ يتكلم عن في مقدمته، أتى بمجموعة من الأخبار كيف وقف على هذه المقالات وكيف جمعها وكيف تنوعت بالتفصيل التاريخي لها، فإنها لأنه يقول ينبني بعض على بعض. هو في الداخل أيضا رتب المقالات على تاريخ صدورها، ثم قسم المجموع إلى عناوين تحت كل واحد منها مجموعة من المقالات الخادمة للموضوع. مثلا الإسلاميات هذه مجموعة منها، الأدب هذه مجموعة منها، ثم المقالات الاجتماعية، ثم الأفاكية، ثم الذكريات، ثم الأعلام، ثم حديثه عن الكتب وتقريضه ونقده للكتب والتعريف. بعد ذلك أتى في الأخير إلى جزء من كتاب المفصل في تاريخ الأدب العربي، وهو كتاب مشهور معروف تناوب على تأليف جماعة من أدباء مصر معروفون. ثم هو استقل عبد العزيز البشري استقل بكتابة الباب المتعلق بهذا العنوان نفسه، النهضة الأدبية في العصر الحديث، استقلالا تاما كتبها فألحقها مع تصويب وتصحيح وتعليق بالكامل. قال لأنها من المضان التي لا يعرفها لا يقف عليها أحد، ولا يعرف أحد أن من أعماله الخالصة التي لم يشارك في أحد هو هذا المقطع الذي كتبه في ذاك المفصل الكبير، وهو هذا حسن الجميل إفراده في هذا الباب وفقه الله. وقدم في المقدمة كلام عنه شيء من ذلك. طبعا الكتاب مجلد ضخم من إصدارات آفاق المعرفة، هذا أيضا ضمن السلسلة، وهو عبارة عن يعني ما كتبه العلامة الرافعي رحمه الله فيما يتعلق بصيانة القريض الشعر، يعني صيانته من المعاني الركيكة، من الألفاظ التي معروفة عند الشعراء لا تكون ناقد بمعنى الكلمة. هو أصلا كان تشبع الشعر وهو قديما وهو صغير، ثم بعد بدأ يتكلم عن الشعر، لكن هو في المقدمة ذكر حياته وأنه كيف كان يعني له علاقة بالشعر وكيف نما عنده هذا الحاسة وشيء من ذلك. ثم جمع من مقالاته ما يتعلق بصون القريض. طبعا هذا صون هي سماها صون القريض، يعني صيانة الشعر كيف تكون، لأن العلامة الرافعي كان له عناية بالغة في هذا الباب، بالغة جدا، وستأتي بعد قليل مجموعة منها. أخونا حبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد وفقه الله سمى المجموع صون القريض نظرات الرافعي في الشعر والشعراء. هذا الكتاب بالذات قسمه إلى هذه الفصول، تستطيع تقول فصوله الثلاثة أو أبوابه الثلاثة.
فإنه لما جمع مقالات الرافع التي تتعلق بالشعر نقدا أو تقويما أو بيان أو شيء قسم ثلاثة. أول وفلسفة الشعر، فإن له فلسفة خاصة الرافعي بثها في مجموعة من مقالاته جمعها هنا. الثاني جاء إلى أودية الشعراء وبدأ يتكلم عن طبعا دراساته عن الشعراء وشيء ونقداته وملاحظاته وشيء من ذلك، إثراء علمي وأدبي. الأخير سهام النقد التي وجهها لمجموعة من شعراء عصره، وحينئذ وهذا بالتسلسل. والمقدمة كما هي حافلة في بيان تسلسل تاريخي وفكرة وقصة الموضوعات والكتابات التي كتبها والمقالات تتسلسل، ما يمكن قرابة 50 صفحة عادته يكتب كذلك كمدخل لتعرف كيف نشأت مثل هذه المقالات وكيف توزعت. ثم يأتي كل مقال هذا عنوانه، هذا مكان الإصدار والنشر، وبعد ذلك كيف جمعه وفقه والله. والكتاب أيضا في مجلد إصدارات دار آفاق المعرفة، وفقهم الله. هذا يا ولدي له به هيام طائر، تعرف الهيام الطائر أصلا؟ طبعا العلامة محمود شاكر من المكانة المعروفة في عند أدباء العصر، علام معنى الكلمة. وهو يعني من ميزته رحمه الله أنه من الناس الذين جمعوا مع الأدب واللغة والشعر، جمع أيضا لها الدين والعلوم الشرعية، فهو أصلا بيت علم رحمة الله عليهم جميعا يعني بيته. المقصود الشيخ عبد الرحمن بن حسن قائد له هيام بمحمود شاكر، يقول قرأ وهو لسه في الإعدادية، قرأ كتاب الطريق إلى ثقافتنا وكتاب متنبي وشيء من ذلك، فتولع به لأنه ينتقد المستشرقين ويدافع عن اللغة العربية ويعظمها ويأتي بالأشياء كثيرة جدا ومعروفة لكتابات أحمد شاكر أصلا نحن هم. فهو يقول علاقته به من قديم منذ ذاك الوقت، وهو كلما وجد شيء له يجمعه، ثم بعد ذلك هو يبحث وينبش، وإذا به يقف على أشياء له لم تصدر مجموعة قط في مكان، وبعضها أثير وبعيد عن المنال، فجاء وجمع أشياء في هذا المجلد الذي سماه رسيس الهوى. هو طبعا رسيس الهوى ترى على فكرة هو ترى يتكلم عناوينه يذكر من أين رسيس الهوى، يعني جملة في بيت لذي الرمة ذكره والشراح يذكرونه، معنى رسيس الهوى يعني الحب القديم، يعني هذا معنى الحب القديم المبيت اللي مستقر في القلب وشيء من ذلك. المقصود قال لك هذا المجموع سماه رسيس الهوى لأنه الاشتغال بالعلاح وشاكر كان يحبه من قديم، بقية تراث شيخ العربية محمود محمد شاكر. وإنما قال بقية التراث لأنه جمع فيه ما لم يجمعه تلميذه الوفي به الدكتور عادل بن سليمان جمال، وفقه الله في جمهرة مقالاته. مقالاتي نعم كتاب مجلدان ضخمان مشهوران معروفان، لكن هو جمعها هنا الشيخ عبد الرحمن قائد ما لم يذكر في ذاك المجموع. هو يقول ذكر كيف أنه تعب عليه وشيء، هذا الله يعطيه العافية نموذج من خطه الجميل وهدائه جزاه الله خير، وكتبها على الماشي وهو واقف الله يعطيه العافية. وهو ها هنا هذا المجموع ضمنه هذه الأمور، طبعا هذه ما هي مذكورة في الغلاف، مذكورة في الغلاف الداخلي. وهذا المجموع هذه الموضوعات هي تقسيمات الكتاب، فإنما جمعوا من هذا الكتاب عبارة عن مقدمات للعلامة محمود شاكر، قدم لها كتب غيره فجمعها هنا، وبعضها أثير قديم كتبها في أول شبابه في عمر 21 و24، وبعضها نفيسة غاية وطويلة، يعني شرح الأشموني لما كتب له المقدمة الطويلة جدا هذه وقد ذكرها في المقدمة كان عمره 24 سنة. هو اللي كلم محمد محي الدين عبد الحميد قال بكتب شيء عن اللغة العربية وشيء، قالت عن النحو ونشأتي، وقال تفضل، وقدم له مقدمة مشهورة حافلة من محاسن الشيخ أنه ذكرها هنا وجمعها، لأن الحقيقة طبعتها نادرة ما غير موجودة متوفرة. المهم وغيرها من مقدمات طبقات بن سعد، مقدمات كتب فلاني وفلان. المهم بعد ذلك جاء مقالات للعلامة محمود شاكر لأول مرة تصدر، ثم مترجمات، فإنه ترجم عددا من نصوص الأدب العالمي، ترجم له فجاء بترجماته لهذه النصوص، طبعا ما هي مطولات يعني، حتى بعض أشعاري التي ترجمها أتى بها، ثم ملخصات وهو عبارة عن ملخص لأستاذه الذي درسه الإيطالي المستشرق نيلو، وهو عبارة عن ملخصات أدبية وتاريخية كانت كان
الشيخ يحتفي بها اصلا ويراها يعني، لانه كان عالم كبير هذا المستشرق الايطالي واستفاد من تراه هو وغيره مما كتبوا عنه واثنوا عليه، فاتى بملخص هذا ثم حوارات وقعت له في جريدتين مجله الفيصل وجريده الاهرام اتى بها ايضا، ورسالات له مع احبابي وشيوخي ومن يحب ويعز عليه، ثم تصحيحاته على الكتب التي كان يراسل بها اما اصحاب المطابع او بعض الناشرين او اصحاب المؤلفات واتى بها. الكتاب في المقدمة عاد الشيخ الدكتور عبد الرحمن قائد في المقدمة يعني ما خبأ ما في النفس على طول أظهرها محبته شيء، ثم هذا فاتحة الكتاب، هذه الفاتحة طبعا أتى ببيت المشهور لذي الرمة، إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى، هذا الآن لماذا سمى رسيس الهوى؟ رسيس الهوى من حب ميت يبرح، المقصود وهذه أشياء قديمة وشيء ومنازع من خطي وشيء مرت معنا، هذا طبعا هذا شوفها هذه بعض الإهداءات، طبعا ذكر من غمر حق الشيخ وغمطه ولم يذكره مع أنه استفاد منه، وهذا في الأخير بعض التصحيحات التي أعطاها للناشرين للكتب التي طبعوها حتى يصححون النسخ وشيء من ذلك، مجلد من إصدارات آفاق المعرفة وفقهم الله. شيخ لماذا جمع هذه التصحيحات؟ هل لأنها مثلا لم يؤخذ بها ولم تصحح فجمعها هنا ولماذا؟ والله هذه إفادة الشيخ قراءته للكتاب الآن أعطاهم إياها تصحيحات قراءة أخرى تصحيحات لقراءة أخرى وشيء من ذلك، أنت يهمك رأي العالم الآن واحدة بعض أشبه يكون ظاهرة يعني لأن تصحيحات حركة وشيء من ذلك، بعض لا تحتاج إلى تأمل، هو تصحيح عالم هذا بكامل التصحيح موجود عندك. الشيء الثاني أن بعض من استفاد مما جاء بعده لم يذكره أو غمط حقه أو ذكره بصيغة النكرة، قال بعضهم أو صححه بعضهم شيء من، وهو محمود شاكر حتى تعرف من صاحب الحق الآن من باب ليه، جزاه الله خير هذا شيء من آثاره الباقية. نستأذنك شيخنا في فاصل. نعم فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله. نتوق إلى العلم من نبعه. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط، هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة، صل بإخلاص وخشوع وانوي العمل لوجه الله واعلم أن صلاتك صلة بين العبد وبين الله، تمم أركانا وشروطا وادع بأن يقبلها الله. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط، هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة. فرضت في يوم الإسراء بمكان عال وسماء، هي تزكية للأخلاق، هي تطهير للإنسان، من أداها دون نفاق زانته بنور الإيمان. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط، هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة. إذ قبلت مني صلواتي في الجنة ترفع درجاتي وأؤديها طول حياتي إن شاء الله بإخباتي، ورجائي دوما ودعائي يا رب تقبل صلواتي. نتوق إلى العلم من نبعه. حيا هلا بكم متابعينا الكرام، مجدد الترحيب بكم شيخنا الغالي. حياكم وياك ولدي. نواصل شيخنا مدانا مع عرض الكتب. هذا أيضا ضمن السلسلة الأدباء مصر، وهو لأحد أيضا أدبائهم المشهورين بأصحاب الكتابات يعني الساخرة اللاذعة واشتهر بهذا، الأديب الكبير إبراهيم عبد القادر المازني، كتاباته مشهورة معروفة وشيء من ذلك.
له كتابات كثيرة فيما يتعلق بقراءته هو نفسه، وماذا قرأ، وبدايات القراءة، ورسوم القراءة شيء، وبالكتب شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد وفقه الله جمع هذه المقولات كاملة في هذا المجلد، وهو تجمع لأول مرة، وقسم إلى قسمين. جمع فيه حكايته ويحكي عن نفسه ماذا كان يفعل مع الكتب، ماذا كان يفعل مع القراءة، وسماه العمر الذاهب. شوف هذا العنوان العمر الذاهب هو استشفه من بعض عناوين أخرى التي فيها شوية شيء لدع أو فكاهة أو يعني أي مكات، هو عرف بطريقة هذه. العمر الذاهب رحلة المازني المعرفية مع من القراءة إلى الكتابة. فالكتاب عبارة عن قسمين جمعهما الدكتور عبد الرحمن الحسن قائد وفقه الله، وقسم الكتاب أو مجموع المقالات إلى قسمين. القسم الأول جعله بكل ما يختص بالقراءة وشؤون القراءة، وهذا كلام، هذه عناوين للمازني لمقالات التي كتبها عن نفسه في قراءته، وقد كان في هذا يعني يتكلم بكل صراحة وريحية إيش كان في، حتى يعني من العجائب في المقدمة لما ترجم له الشيخ عبد الرحمن قائد ذكر أنه مر بثلاث مراحل: مرحلة يعني اهتمامه بالكتب جدا وشغفه بها، ثم مرحلة التخلي تماما عن الكتب، ثم عاد مرة ثانية للكتب. كل مرحلة أسبابها وكيف كانت تأجوا شيء من ذلك، لأنه هو التخلي طبعا تخلى عنه لأنه يقول الآن جاء وقت التعقل والتفكر فيما قرأ، يعني هذا المقصود. ثم هذا القسم الثاني ما يتعلق بالكتابة وشجون الكتابة ورسومها وما يتعلق بها، وشيء كالتقديم يعني على طريقة برضو المازني يجعلها. فكتب هذا الكتاب وفقه الله، والكتاب الحقيقة فيه في 60 صفحة الأولى يعني فيه كلام طويل عن قضية الكتابة وماذا يعني شكى منها وماذا عانى منها المازني رحمه الله، ثم التعليقات، تعليقات الشيخ مع تصويبات أو شيء وضبط ما يتحدى للتعليق وفقه الله. الكتاب أيضا في مجلد من إصدارات آفاق المعرفة، هذا أيضا كتاب وهو كتاب الحقيقة سار به الغياث، والغياث هاون المراد به تصحيح نسبة في كتاب طبع قديما على أنه للعلامة الكبير الحافظ إسحاق أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله، الحافظ المحدث توفي عام 285 للهجرة رحمه الله، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، وقد لزم أحمد ونقل عنه مسائل مشهورة، مسائله أيضا، وقد طبع قديما طباعة كتاب مجلد كبير ضخم جدا في مناسك الحج، نسب إليه العلامة حماد الجاسر، هو الذي طبعه في مجلد مشهور في دار اليمامة، وكانت الريبة من قديم موجودة، حتى أنه كتب كتاب في نقد ذلك وشيء، حتى جاء الآن القول الفصل، القول الفصل هذا الذي بين أيدينا، وأن والشيخ اللي قد قام على النسخة الخطية الفريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد، وهو خريت الباب يعني في معرفة النسخة الخطية وشيء من ذلك، هذا الآن فصل الجواب عندنا في أن ما سبق طباعته قطعا ليس للإمام أبي إسحاق الحربي، ليس له قطعا. طبعا الحربي نسبة إلى منطقة الحربية قريب بغداد، يعني غربية بغداد، وليس إلى قبيلة بني حرب، هذا ترى على للتصحيح يعني. طبعا الكتاب بعنوان مناسك الحج للإمام الحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، متوفى عام 285 للهجرة، وهو من تلاميذ أحد الأئمة، وهو حافظ محدث كبير، ويقال أنه ما خرج من العراق أصلا، لكن ما روى عنهم كثير جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن قائد في المقدمة طبعا جاء كتب ترجمة للعلامة للإمام الحافظ أبي إسحاق الحربي، وترجمة جميلة جدا فيها يعني دراسة عنه، ترجمة للمصنف، تلاميذ وشيء من ذلك، وفيها هذه المعلومات عن الكتاب، نسبته ومنهجه فيه، وصف الأصل الخط وشيء من ذلك. ثم الكتاب بعد ذلك هو من كتب الفقه، هذه النسخة الخطية الوحيدة، وهي محفوظة في الظاهرية كما ترى، وهي نسخة خطية نفيسة عتيقة وقديمة جدا، عليها سماعات كبار أئمة الحنابلة تناوبوها البهاء المقدسي والخطاء، وقرأ الحافظ عبد الغني، وانت ماشي جماعات من الأئمة ترجم لهم، ترى في المقدمة عموما من تناوبوا هذا الجزء ومن نقلوه وشيء من ذلك وفقه الله. ثم هذا هو الكتاب، هذا الكتاب عبارة عن باب كذا دخول مثلا، ويبدأ يتكلم وهو على طريقة النص، والكتاب من الأجزاء الحديثية بروايتها ويروي، والكتاب ملئ يعني سنتان وفقهان وأحكام وبيان على طريقة المتقدم العموم في اختزال الكلام، جزء من إصدارات آفاق المعرفة وفقهم الله. أستاذناك شيخنا في مداخلة، نعم، معنا الباحث والمحقق لكتب التراث دكتور عبد الرحمن بن حسن قائد، حياك الله دكتور عبد الرحمن. الله يحييكم، أهلا وسهلا، نرحب بكم دكتور عبد الرحمن في هذه الليلة، وعرض الورد مجموعة من كتبكم، منها ما كان تأليفا ومنها ما كان تحقيقا،
حدثنا عن كيفية انتقائك للعناوين التي تؤلفها أو المخطوطات التي تحققها، وكم إصدار خرج لك حتى الآن؟ أولا حياكم الله جميعا، وأنا سعيد بهذا اللقاء مع حبيبي أبو عبد الوهاب الشيخ دكتور عبد الله، يجدد العهد به رفيق الصبا وخدم الشباب. وأما هذا، أما كم إصدار، والله ما عديته، ما أدري كم، لكن يعني ما هو مشكلة كم العدد. نعم. أما بالنسبة للتحقيق، فيعني الذي يتابع ما أنشر من المحققات يعرف أنني أحرص كثيرا على ألا أنشر شيئا إلا إذا كان لم يسبق نشره. نعم. وكان له قيمة عالية، يعني أحرص على كتب الأئمة المتقدمين والكتب التي لها منزلة عالية، لا أحرص على كتب المتأخرين أو الكتب التي نشرت أو العمل الذي ليس فيه إضافة يعني. نعم صحيح. يعني هذا ما يتعلق بالتحقيق. شيخ عبد الرحمن مساك الله بالخير. يا مرحبا، مساك الله بالنور، أهلا وسهلا. نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. والحقيقة يعني أنت ظهر من التواضع، ما ذكرت عدد، يمكن قاربت تجاوزت 30، خلينا نقول قاربت 40، تجاوزت 30 كتابا تقريبا. سبق ترى عرضنا مجموعة منها، العادة ما نفوت لك شيء، الله يعطيك العافية، ونعرض إصداراتك وما قمت عليه علميا. طبعا هذا من المحبة الخاصة، أنت عارف يعني ما يخفاك، الله يعطيك العافية. حبيبي والله. أنا شيخ، أنا لاحظت وغيري لاحظ وبلغتك بها انه الشيخ عبد الرحمن انتقل من الحديث الى الادب، انت غيرت تخصصك، قدمت رساله دكتوراه جديده في الادب، ايش الموضوع يعني فهمنا؟ لا بالعكس، يعني هذا سبحان كتاب مناسك الحج لابراهيم الحربي يعني العام الماضي صدر. نعم صحيح. وقبله ايضا صدر تفسير القران لابن جريج. صحيح. وهذا ايضا ينشر لاول مره. صحيح صحيح. ويعني امثالها من هذه الكتب، بالعكس يعني ما تركت التخصص. طيب. وهناك اعمال يعني في التحقيق اشتغل عليها. طيب. لكن اذا كان هناك شيء اراه يستحق يعني هو. احسنت. واما بالنسبه لكتب الادب فهذا يعني مثل التخصص الرديف يعني او الهوايه الرديفه التي تساند التخصص الاصلي والعلم الشرعي، ليست بعيدة. طيب يعني. طيب يا شيخ، واضح يعني حاط انت ثقلك في ادباء مصر، وين ادباء اليمن مثلا؟ على يدك يعني، اذا هناك تراث يستحق النشر بالعكس انا حريص جدا يعني. والله سواء والله يا شيخ عبد الرحمن في اليمن او في العراق او في الشام او في غيرها. يا شيخ عبد الرحمن انت زي ما نبشت للمصريين نبش لليمنيين الا ما تطلع. ما يحتاج، هذه موجوده على سطح الماء طافيه من الادب لدى المصري يعني، موجود على 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 طرف التمام. ثم هو الهدف ليس هو الإقليمية يعني، ليس المقصود نشر بلد معين، إنما المقصود الغاية من العناية بهذه الكتب. يعني أنا هدفي من هذه الكتب الأدبية التي أخرجتها في هذه السلسلة، هناك هدفان رئيسان يعني، هدف خاص بي وهدف متعلق بالقراء. أما الشيء الهدف الخاص بي أو الغاية التي أتغياها أنا لشخصي، فهي الإجمام أولاً وإراحة النفس وإحمابها، وبشيء مفيد نافع يزيد من الملكة ويقوي البيان. والهدف الثاني هو تنظيم القراءة، يعني أنا إذا أردت أن أقرأ مثلا محمود شاكر، أنا قرأت تراث محمود شاكر. نعم. حتى أستكمل قراءة محمود شاكر بحثت عما لم ينشر، وهكذا البشري، قرأت تراث البشري المطبوع ثم حتى استكمل تراثه وقرات ما لم ينشر. احسنت. الرافعي مثلا له كلام منتشر يعني متناثر في الشعر وفي الشعراء. صحيح. فجمعته ورتبته على فلسفه الشعر ثم نقده ثم صحيح. ثم صحيح. كلامه عن اهل عصري وهكذا. فهذان الهدفان، الاجمام ثم تنظيم القراءه. اما الهدف المتعلق بالقراء فهو حقيقه انا اريد ان اساعد وان افيد ابناء جيلي الذين انقطعت صلتهم او يعني صلت بعضهم. نعم. بهذا الادب سواء أحسنت. الأدب القديم أو الأدب الحديث الأدب المعاصر. أحسنت. و يعني مع أن هناك فائدة كبيرة جدا من قراءتهم لهذا الأدب واتصالهم به، تعود. نعم. عليهم بتقوية الملكات. نعم. وصقل الطباع وتوسيع المدارك. طيب طيب شيخ عبد الرحمن، على فهم الكتاب والسنة وما هم فيه يعني. أحسنت الله يعطيك العافية. طيب بالنسبة شيخ لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة. انت عارف عادتي يا شيخ عبد الله، انا ما اقول عن شيء لسه ما خلص يعني، لكن هناك اعمال سواء ادبيه او اشياء تحقيقيه. مثلا انا اشتغل على تحقيق بعض النصوص التراثيه. نعم. المتقدمه وهي مهمه يعني، لم يسبق نشرها.
يعني يعني ارجو انها تنشر قريبا ان شاء الله. طيب هو اذا انت يعني ما تعطينا اسماء كذا يعني تتحفظ عليها الان كذا تحرق الفيلم، خليك يعني استمتع بالمفاجاه. الله يعطيك العافيه، جزاك الله، خلينا نشوفك تضروري يا شيخ، ترى من زمان ما جيتني. والله اما يعني مكتبه الشيخ عبد الله، فانا يعني قلت اكثر مره يعني اللي فيها ذكريات جميله. جزاك الله خير. وليالي يعني طويله عريضه. صحيح. كنا نقضيها معا فيها واستفدت منها كثيرا وانتفعت. الله يسلمك. الله عز وجل يبارك لك فيها ويحفظك ويحفظ لك ذريتك و الله يعطيك العافيه اهل بيتك. حضرتك نشكرك دكتور عبد الرحمن قائد على هذه المداخله الكريمه. يا مرحبا، انا سعيد بكم، الله يحفظكم. حفظكم الله ورعاكم. كان معنا الباحث المحقق كتب التراث الدكتور عبد الرحمن حسن قايد، مصر الشيخ حنان. نعم. الكتب نعم، هذا ايضا من اعماله العلميه التي يطبع لاول مره، وهو جزء او بمعنى صح قطعه نفيسه جدا. الكتاب كامل حقيقه، لكن هو منتخب من الاصل للحافظ الذهبي رحمه الله. والحافظ الذهبي كتب كتابا في فضائل البلدان، وهو عبارة أن يأتي بالبلدان وما ورد فيها من فضلها وشيء، وهذه طريقة مسلوكة عند العلماء. وهو قد كان لا يخلي كلام عالم بالعلل والجرح والتعديل، فهو يلحق يأتي بالأثر ويلحقه بكلام بتضعيف بتعليل وهكذا بهذه الطريقة. ثم جاء العلامة ابن الدمياطي الحافظ أحمد بن أيبك الحسامي ابن الدمياط، متوفى 749 للهجرة رحمه الله، وانتخب من كتاب شيخه منتخبا سماه المنتخب من كتاب فضائل البلدان. فضائل البلدان للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، توفي 748 للهجرة رحمه الله. المنتخب للحافظ ابن الدمياطي، توفي 749، انتخب منه ما أراد، ثم بعد ذلك هو أضاف زيادات أخرى كان غالبا من كتاب الكامل لابن عدي. قام على تحقيق نسخة خطية فريدة أخونا حبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن حسن قائد وفقه الله، وقد تكلم في المقدمة عن موضوع فضائل البلدان واعتناء العلماء بها، ولماذا بعضهم يعدها من يتساهلون في روايتها، بعضهم يعدهم من الحديث الضعيف، ولماذا كثرت الموضوعات في كتب فضائل البلدان، حتى أن دعا بعض الأئمة الكبار انتقد عليه شيء من ذلك. المقدمة حلوة جميلة في هذا الموضوع بالذات. ثم بعد ذلك تكلم عن الحافظ ابن الدمياطي وترجمته وشيء من ذلك، وهذا الأصل الخطي الوحيد الذي أخرج عليها الكتاب وفقه الله. شوف سبحان الله المخطوطات كيف، ترى ما يستطيع قراءة مثل هذه إلا رجل متمرس. هذه طريقته، مثلا ما جاء على ترقيمات التخريج والعزو، هذا الإمام الذهبي. بعد ذلك لما هذا المنتخب طبعا، لكن بعد ما انتهى منه جاء إلى ما يتعلق ب إلى الزيادات التي هي للحافظ ابن الدمياطي، وزادها على كتاب أصلي. هذا زيادات الحافظ ابن الدمياطي على كتاب شيخه ممن انتخبه منه وزاده، والكتاب لأول مرة يطبع من طبعته آفاق المعرفة وفقهم الله. كتاب فضائل البلدان الذهبي الأصل مطبوع؟ لا غير موجود، هذا لأول مرة، وهذا اللي بين أيدينا أيضا فيه مجموعة من الرسائل وكي تطبع لأول مرة أيضا للإمام الذهبي رحمه الله، على كما قال في المقدمة الشيخ عبد الرحمن قال ذهب من الذهبي، عبارة بعنوان شذور الذهب رسائل وفصول للإمام الحافظ المؤرخ الكبير شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، توفى 748 للهجرة رحمة الله عليه. قام على جمعها وترتيبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن حسن قائد، وهو عبارة عن مجموعة من يعني هذه خلينا نشوفها. هذه هي عبارة عن وصف للذهبي في قراءة أهل عصره، كيف هي قراءتهم، معرفة كيف هي قراءتهم الحديث، طبعا يتكلم عنها وسرعاتهم وشيء من ذلك. بعد هنا معرفة القرون، وهي ما يجمع القرن الفلاني وكذا أو شيء من ذلك. هذه عبارة عن ملاحق طبقات وشيء من ذلك. نص للذهبي في أفراد الزمان وشيء من ذلك، ملحق آخر فيه من رزق السعادة في أشياء أيضا، بعد ذلك من كان فردا في زمانه مما كتب الذهبي. هذه نصوص متفرقة، طبعا له رسالة لطيفة في حكم الغناء لخصها من الأدفوي، كلام الأدفوي. ثم بعد ذلك له مسألة أخرى في السماع أيضا، ثم وصية الذهبي لبعض أصحابه، يعني هذه بعضها لأول مرة ينشر، وهو يكتب كتف المقدمة من كل واحد منها من أين وجدها، ثم نماذج من الأصول الخطية التي أخرج عليها الكتاب وهكذا، حتى يأتي هذا مثلا. شوف يأتي شذور من الذهب رسائل وفصول، هذه الرسالة الأولى يأتي بها، شوف هذه الرسالة الأولى مثلا، تنشر نص النادر ينشر لأول مرة، قراء الحديث شهادة الإمام الذهبي عن أهل عصره وما كان من قراء. هذا كتاب صغير كما ترى بإصدارات آفاق المعرفة وفقهم الله. هذا
المجموعة الثانية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن عبد الله بن صالح الجريري وفقه الله، وقد سبق لنا أن عرضنا المجموعة الأولى من هذه السلسلة التي أتمنى أن يمدها وتأتينا مجموعة ثالثة. هو يقال قرابة أكثر من 1000 سيرة ذاتية طالعها ومحل القراءة والانتقاء قراها بالكامل، لكن طالعها ورأى شيئا من فصولها. الكتاب بنفس العنوان الأول الظل والحرور منتخبات من السيرة الذاتية، هذه المجموعة الثانية لأخينا الحبيب فضل الشيخ فهد بن عبد الله الجريوي، على غرار الأولى وتنظيمها وشيء من ذلك المجموعة الثانية، وهو عبارة عن يأتي إلى طبعا هذه حكايته مع كيف جمعها، بعد ذلك يجعل لها عناوين وتحت العنوان يجمع مجموعة مما وقف عليه من كلامهم. يعني مثلا في الآباء والأمهات، كل واحد من صاحب السيرة الذاتية ماذا قال عن أبيه أو عن أمه، طبعا مما ينتخب وينتقي يضعها هنا، ماذا قالوا عن الطفولة والصبا في المدرسة إذا يتكلموا، الجامعة، شيوخ وأساتذة، هنا مجموعة. طبعا هذه عناوين عبارة المخطوطات، الكتابة، مناصب ووظائف في مدارج التعلم، في رحاب القرآن، كتب ومجلات، هذه عبارة عن مقولات ماذا فلان فلان فلان، أعلام كانوا في حياتهم، هذا أعلام حول العالم، الشعر والشعراء كان هو آخر شيء عندنا، متفرقات وشيء من ذلك. الكتاب مقدماته، هو قال انتخب 220 سيرة ذاتية في هذه المجموعة، 140 هي محل الحرث، وأما 80 البقية قال ما وجد فيها ما يصلح أن ينتقى منه وتكلم عنها وسردها. أعجبني أنه أحيانا يذكر لك مزايا بعض السيرة الذاتية، يقول أفضل من يتكلم عن الواقع الفلاني فلان وفلان فلان في السيرة الذاتية، أفضل من كتب كذا فلان وفلان. وأنا أتمنى ألا يخلي كتابه كل كتاباته من هذه، فإن الناس يحتاجون إليها، جزاه الله خير، يعني يشير إلى ذلك. لكن أنا استغربت من شيء يا ولدي، استغربت أولا ترى بعض الكلمات تحتاج إلى ضبط، يعني ليته يضبطها، ثم ليته يترجم لبعضهم أو لهم كلهم يعني انتقى، ثم أني ما وجدت يعني فهرس المصادر، يعني الله يعطيك العافية يا شيخ فهد أو لا فاق المعرفة هم اللي حذفوها تخفيفا يعني الله أعلم، لكن كان فهرس المصادر مهم جدا، أو يحطوا باركود يعني اللي بحد يرجع المصادر مثلا. الكتاب ضخم جدا، مجلد من إصدارات آفاق المعرفة وفقهم الله. هذا ولدي عبارة أيضا عن بحث لعالمة نفس أظن أمريكية أو شيء من ذلك، اسمها كاثرين ستاينر أدير، هي كانت مستشارة في علم النفس فيما يتعلق، هذه تجربة عبارة عن خبرة وتجربة فيما يتعلق بأثر التكنولوجيا والتقنية على الأولاد، مما يأتها من المدارس، من الأسر، من جهات كثيرة، فصنفت هذا كإيجاد حلول ومخارج للآباء وللأسر حتى لا يتأثروا أبناء بالتقنية، سمتها الانفصال الكبير حماية الطفولة والعلاقات الأسرية في العصر الرقمي، فهي لحماية الطفولة والعلاقات. يقول كثير من الأطفال تولعوا بالتكنولوجيا انفصلوا عن أسرهم، صاروا لهم أشياء أمراض وأشياء. طبعا قام على ترجمته أخونا الحبيب فضيل الشيخ أحمد محمود رضا وفقه الله، وقدم بمقدمة وشيء من ذلك، وهذا كتابها عبارة عن عدد من الفصول التي هي وزعت فيها معلومات الكتاب، وهي هذه طبعا عن المؤلفة وشيء من ذلك، وهذه فصول الكتاب، عدد الفصول التي بين أيدينا، وهي مجموعة فيها أظن 8 فصول، نعم، فيها قضايا حلول ومخارج مثل هذه القضية في مجلد إصدارات آفاق المعرفة. هذا يا ولدي أيضا بحث آخر، وهو عبارة عن دراسة لموضوع المشاهير وأثرهم والخلل الديني والثقافي والاجتماعي الذي يحصل بسببهم وما يترتب على ذلك وما مفاسد أشياء الفكرة أصلها كيف دخلت وتولع الناس بها وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فؤاد بن سعد العمري جمعها في هذا المجلد، سماه برق خلب، دراسة لظاهرة الشهرة والمشاهير في بعديها الاجتماعي والثقافي والحقيقة ما أخلاها حتى من بعدها الديني. طبعا الباب الأول جعله خاص في بناء التصور والفهم لهذه الظاهرة، لماذا يحرصون على الشهرة، فصولها، علاقاتها النفسية الاجتماعية وما تضفي إليها هذه الظاهرة في صورتها الحديثة في الدراسات الحديثة كيف تكون، بعض التفسيرات لهذه الظاهرة أتى بعدد من التفسيرات لها على عدد من المستويات وانت ماشي. الباب الثاني تقويم وإصلاح، أول ما بدأ في المنظور الشرعي، هذه عدد من الملاحظ كل واحد منها يجعلها في أولا ثانيا ثالثا، مثلا المفاسد المتناهية المترتب عليها، مثلا تعامل السلف مع الشهرة وكرهم لها وبعدهم عنها وأشياء، الأخير المنظور الحضاري والتاريخ لقيمة الشهرة وما يتعلق بها، وطبعا هذا الفصل الثالث الآثار الثقافية والاجتماعية، والأخير خطوط عريضة لهذه الظاهرة مما يبدو
ينبغي الوقوف عليه لخطورة ما سوف تصل إليه هذه الظاهرة لو بقيت على حالها الآن مع سلبياتها. الكتاب في مجلد من إصدارات آفاق المعرفة وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر فيه مدارسة التكامل الحاصل بين علوم الشريعة وعلم الاجتماع على الخصوص، لكن بدأ بمقدمة فيه التكامل مع علوم الشريعة وبقية العلوم وعلوم المعرفة عموما. أخونا الحبيب فضيل الشيخ مصطفى محمود هندي ألف هذا الكتاب سماه الشريعة والعلوم الاجتماعية جذور التباين ومسارات التكامل. أين هي طبعا المقدمة التاريخية، المقدمة التي هي تاريخية في نشأة القضية هذه، طبعا درس دراسات في علاقات الحقول المعرفية بعضها ببعض، بعد ذلك الجزء الأول جعله خاص بالمشروع إسلامية المعرفة وتكلم عنه أسهب في مشروعية المعرفة وما يتعلق بها، خاصة أنه طبعا أنت تعرف أن الشريعة جاءت بكل شيء، كل العلوم فيها، يبدأ عند المطلقات والأصول والمبادئ والثوابت تليق منها مع الرؤية والنظرة وشيء من ذلك، تختلف عن النظريات الاجتماعية الحديثة، خاصة الاستعمار لعب دوره في هذا الباب، التقلبة التي حصلت، المزاج الغربي وأشياء كثيرة اللي حدث فيها الخلل. بعد ذلك الجزء الثاني جعله خاص بقضية علم الاجتماع والنشأة والتاريخ، وبدأ في المسارات التي دخل العوج التاريخ الذي حدث فيها حتى خرج لنا بالنتاج الأخير اللي عندنا. في النتاج الحقيقة هو لا يخلو من توظيف استعماري لهذا العلم شيء من ذلك، الكتاب في مجلد وفق الله من إصدار إنصارات آفاق المعرفة. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.